بكره ماتش الاهلي مع سوني ديب، داخلين برضه قائمه غيابات اعتقد مش قليله، يعني احنا في وضع افضل نسبيا من ماتش وادي دجله بالطبع، لكن الحقيقه برضه يعني يعتبر عندك فرقه كامله مش موجوده بكره، وفي منها الحقيقه اسماء قرر كابتن موسيماني مستر موسيماني ان هو يريحها عن قصد، يعني واضح مثلا لعيب زي الشناوي، لعيب زي الشحات، دول جهاز فني عايز يديهم راحه، خصوصا ان مباراه بكره الى حد ما يعني سهله نسبيا. خلونا نتكلم على ايه المكاسب اللي ممكن فرقه الاهلي والجهاز الفني يحققها من ماتش سوني ديب بكره، مع طبعا ضيفنا اللي بكرر ترحيبي بيه مره ثانيه كابتن حسين شكري. اهلا بيك كابتن حسين. حضرتك ربنا يعزك. ايه بكره تشتغل عليه في سوني ديب؟ يعني انت عامل سكور كويس في مباراه الذهاب، تقريبا يعني متاهل بنسبه كبيره جدا، ولو ان بين قوسين ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم، لكن المستوى اللي شفناه من سوني ديب مش مقلق قوي بالنسبه لنا. ماتشنا بكره على ارضنا، عاملين نتيجه ايجابيه، تشتغل على ايه يا كابتن حسين؟ زي ما كنت بكلم حضرتك من شويه، النادي الاهلي العناصر اللي هي بتبقى ما بتاخدش فرصه بشكل كبير دي حاجه كويسه بالنسبه له، واكيد الراجل طبعا في ذهنه الكلام ده كله ان هو عايز يجهز اكبر عدد ممكن من اللعيبه اللي هي تبقى موجوده، فممكن يريح لعيبه. انا شايف ان الشناوي برضو يعني هو بكرة قرار صائب، قرار صائب جدا بالظبط، قرار صائب بقاله فتره طويله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه يعني ماشي بشكل كويس، فبرضو من فتره لفتره لازم ياخد فتره راحه والكلام ده كله. مش عايزين نقول ان النتيجه اللي هناك برضو مريحانا شويه والفرقه مش، بس اللعيبه بتاعت النادي الاهلي مش هتاخد الموضوع بالشكل اللي ممكن الناس تشوفه في تهاون يعني بالظبط، لان احنا كنا بنتكلم من شويه برضو عشان يبقى كلامنا منطقي، ان اللعيبه اللي ما بتاخدش فرصه لو خدت فرصه بكره ان شاء الله باذن الله هي عايزه بيها بالظبط، هي عايزه تقول للراجل ان انا موجود، ان انا عايز العب، ان انا ممكن اخد فرصه كويسه، واخد بال حضرتك؟ فهتلاقي العمليه مش هتبقى بالناس زي ما هي متخيله، ان الامور هتبقى لا، في مثلا ممكن يبقى الشد العصبي اقل شويه. ايوه. انما كناتج في الملعب ان انت تكافح او ان انت المكسب بتاع النادي الاهلي والكلام ده كله هتلاقيه موجود، الجديه في الاداء نفسه هتلاقيه موجود. بكلمك بمنتهى الصراحه ان شاء الله، يعني انا مستني بكره انه لعيبه الاهلي تمتعني، يعني تدلع الجمهور، يعني يعملوا لنا مباراه كده، عارف الكرنفال في كل فتره وفتره كده تلاقي الاهلي عامل شو، كرة حلوه وسكور حلو ورساله زي ما كنت بقول، برضو انت حامل لقب البطوله، وبالتالي انت مش بتلعب بس سوني ديب، انت بتلعب سوني ديب وعينك على كل المنافسين، بتقول لهم انا جاهز للعشره، يعني انا جاهز للبطوله دي، فبتبقى الماتشات دي كمان رساله للمنافسين المحتملين بتوعك في البطوله. هي اجمل ما فيها للعيبه ان هي هيبقى فيها الشد العصبي اقل. فزي ما حضرتك بتقول ان لما لعيب الكوره لما بينزل ما بيبقى الموضوع بالنسبه له الشد العصبي اقل شويه، حته الابداع هنا بتيجي. أيوة. لان انت وقت كبير جدا لعيبه النادي الاهلي دايما محطوطه تحت ضغط الثلاثة بونت او البطوله، واخد بال حضرتك ازاي؟ من النوادر ان انت تجيلك مباراه زي كده الا في نهايات مثلا الدوري، تكون حسمت الدوري مثلا قبلها بكذا اسبوع او الكلام ده كله، فممكن تلاقي اللي حضرتك بتقوله ده الكوره الجميله بقى ان هي اهدى اعصابا الكلام ده كله ممكن يبقى موجود، ممكن ان شاء الله باذن الله نشوفه بكره. مع اللعيبه انا بشوف ان ممكن مستر موسيماني يدي فرصه لناس ما تاخدش كتير. أيوة. على اساس ان هي تبقى جاهزه برضو، لان انت قربت برضو على موضوع كاس عالم انديه والكلام ده كله، فالناس دي برضو عايزه تثبت ان هي يبقى لها مكان في الفريق، فهتلاقي برضو الاداء بتاعهم في منتهى الجديه، لان النادي الاهلي متعود، كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي متعوده ان ما فيش تهاون ولا في تمرين ولا في هزار. أيوة. ولا في مباريات ماتشات، اسف، فهتلاقي الاداء اهدى بالنسبه عصبيا، اهدى، التوتر اقل، واخد بال حضرتك ازاي؟ بس في نفس الوقت مش هيجي على حساب الاداء بتاع اللاعب نفسه، الجديه بتاعه المباراه، التاهل بشكل كويس باداء كويس ان شاء الله باذن الله هيبقى موجود بامر الله يعني ان شاء الله. في الفتره الاخيره كان في كده اكتر من اسم، انا مش هسمي اسماء، لكن هو اكتر من اسم، اكتر من حاله عليهم علامات استفهام جوه التيم بتاع النادي الاهلي، يعني ناس تشوف امكانياتها في الكوره محترمه جدا لكن مردودها مع الفريق مش احسن حاجه، ناس ممكن تشوفها في مباراه في قمه مستواها المباراه اللي بعدها تلاقي مستواها مش على نفس المستوى، ناس ممكن تلاقي ان دورها في الملعب مش بتاديه رغم انها بتمتلك امكانيات ومهارات وقدرات خاصه جدا لكن الدور بتاعها مش فعال بالشكل الكافي. انا عارف طبعا ان الجهاز بيتكلم، يعني بالتاكيد الجهاز طبعا بيتكلم مع كل لعيب بشكل منفرد بالزبط، وبيحاول يطلعه من ده ويستغل اقصى طاقه عنده، لكن اللعيبه بتكلم بعض، يعني انت في تيم النادي الاهلي ممكن
لعيبه تتكلم مع بعض، تطلع لعيب من حاله معينه، تديله نصايح معينه، تحاول تساعده جوه الملعب وبره الملعب عشان يطلع من الـ من الـ من الحاله اللي ممكن يكون هو فيها؟ تاكد ان ده موجود، ما كانش هيبقى من الجهاز الفني او عن طريق كابتن سيد، لان كابتن سيد برضه ليه دور كبير في العامل النفسي والكلام ده كله، ان هو اللعيبه اللي موجوده هتلاقيه عن طريق اللعيبه اللي هم مش عايز اقول الكبار، اللعيبه القدام اللي في الفرقه. دي سمه موجوده من زمن الزمن، ان اللعيبه القديمه دايما لما بيبقى في لعيبه جديده او في لعيبه بتبقى الحاله بتاعتها مش مظبوطه، تاكد تماما ان في الناس بتكلمها. هو انا بشوفها ان اللعيب نفسه لازم يبقى عنده الـ طب خليني بس اقول كابتن حسين، دي لقطات من ملعب الاهلي وي السلام. طبعا لحضراتكم شايفينهم دول لعيبه سوني ديب، ده التمرين الاساسي بتاعهم قبل مواجهه النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله، ودي لقطات بس يعني مباشره من ملعب الاهلي وي السلام. اتفضل كابتن حسين. بقول لحضرتك ان 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 اللعيب نفسه القدام. اللعيب نفسه كمان لو الجهاز بيكلمه او مدير الكره بيكلمه او انت لعيب نفسك، انت من نفسك اللعيب نفسه لازم يحاول ان هو يبقى عارف هو واقف فين وهو عايز يوصل لايه. دي شيء مهم جدا للعيبه اللي هي عايزه الاستمراريه او عايزه النجاح دايما والكلام ده كله، زي ما بنقول ان انت لازم يبقى لك هدف. ما هو زي ما في هدف للفريق كامل، انت كمان يبقى لك في هدف ليك انت بالظبط. اكيد اي لاعب انضم للنادي الاهلي يعني بعيدا عن تحقيق حلم انضمام الاهلي، انا عارف انه يعني تقريبا 90% من لعيبه مصر اللي بتلعب كوره نفسها تلعب في النادي الاهلي. فبعيدا عن الحلم، مفيش حد مش عايز ينجح مع النادي، لكن في اوقات كتيره جدا بيكون الطريق او الوصفه مش، وحضرتك عارف انه في ناس كتير جدا جت النادي وما ولعيبه كويسه، لعيبه كويسه بس ما 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 يعني ما اعرفش ما حصلش، هو ما قدرش ان هو يتكيف، او ان هو مثلا في ساعات ممكن اللعيبه اللي هنقول مثلا الاجانب اللي بتيجي من بره ان هو ما بيقدرش يتاقلم مع الظروف اللي موجوده، او اللعيبه اللي مثلا موجوده هنا مع الضغوط بتاعه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي الضغوط اللي بيبقى موجود فيها اللعيب اكبر من اي مكان تاني، واخد بال حضرتك ازاي؟ ففي ناس في لعيبه كتيره كويسه بتبقى كويسه ما بتقدرش ان هو يقدر يتعامل. فانا بشوف نصيحه للعيب نفسه يعني قبل، يعني طبعا احنا متفقين ان 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 الجهاز او الاداره او الكلام ده كله بيتكلموا اللعيبه اللي هي تمام. انا بشوف بس برضو معلش اللعيب نفسه عليه عامل كبير جدا جدا جدا، ان هو دايما يبقى عامل ترمومتر لنفسه، هو وصل فين، قال لي امتى، بيزود امتى، بيشتغل على نفسه امتى، عايز يطور نفسه امتى، يبقى له طموح لحاجه بعيده ابعد من كده بحاجات كتيره. دي برضو مهمه جدا في اللعيب. بس تاكد ان اللعيبه القديمه في النادي الاهلي او كباتن الفرقه دايما هتلاقيهم عينيهم على الناس اللي هي بتيجي جديده وعلى اللعيبه الصغيره اللي بتطلع. دايما النصايح موجوده سواء بشكل جماعي او بشكل فردي، دي موجوده سمه في النادي الاهلي الحمد لله. وانا بتهيألي كمان خصوصا واحنا كنا بنتكلم من شويه على كاس العالم للانديه، تقريبا يعني تقريبا 95% من سكواد الاهلي ما لعبش كاس عالم، يعني قليلين بتهيألي اللي حضروا نسخه كاس العالم الاخيره لعبها النادي الاهلي. واعتقد ده دور انك انت تحضر، يعني احنا واخدين على اجواء افريقيا وبالتاكيد واخدين على البطوله المحليه، بالنسبه لنا مش قصه كبيره جدا، حتى لو انت اول مره تلعب في النادي الاهلي بالنسبه لك بطوله الدوري مش غريبه، لكنك تروح بطوله كاس عالم الانديه ده برضو محتاج. بص هقول لحضرتك حاجه، كل لعيب في النادي الاهلي كل لعيب في النادي الاهلي الميراث بتاعك الحقيقي غير ان انت رحت لعبت طبعا في النادي الاهلي، ان انت تلعب في النادي الاهلي ده شيء يعني بنحمد ربنا لانه مش كتير بيقدروا يحققوه. واخد بال حضرتك، بيبقى محظوظ ان هو بيقدر ان هو في فتره من الفترات ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي. في حاجه تانية اللي هو زي ما بقول لحضرتك، ان انت كم بعد ما هتخلص كوره من النادي الاهلي انت خدت كام بطوله، انت لعبت كاس عالم انديه، انت لعبت خدت كام بطوله افريقيا، انت خدت كام دوري، انت خدت كام، ده الـ زي ما بنقول الميراث بتاع اللعيب نفسه. ايوه، ان انا بعد ما هبطل او بعد ما هخلص بتطلع بتلاقي الواحد بيتفاخر ان انا خدت بطوله افريقيا. أيوه. وخدت دوري عام وخدت كاس مصر وما لعبتش فتره طويله في النادي الاهلي، بس لحد دلوقتي انا معتز جدا الحمد لله رب العالمين طبعًا. ان انا قدرت ان انا افوز ببطوله افريقيا مع النادي الاهلي، قدرت ان انا اخد دوري عام، قدرت ان انا اخد كاس مصر، كنت بتمنى من على ايامنا ان يكون كان في كاس عالم انديه وان انا اوصل والكلام ده كله، لان ده اللي انت بتسيبه
تعبك وشقاك زي ما بيقولوا الكلام ده كله بالظبط بصمتك وبتسيبه لاولادك والكلام ده كله ده 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 ده, ده شيء كبير جدا. في ناس بتلعب كوره طول عمرها ما بيقدرش ان هو بيبقوا لعيبه كويسه وكل حاجه بس ما صدفتش يعني ما حلفوش الحظ ان هو يلعب مثلا في نادي كبير او في الفتره اللي هو لعب فيها ما قدرش ان هو ياخد بطولات او الكلام ده كله. بتكلم على انه اللعيبه يعني انا فكره انه احنا بنتكلم على دور الكبار ودور القدام بالتالي كمان فكره خبره انك انت تروح تلعب في مباريات رسميه. احنا لعبنا وديات كتير لعبنا مع بايرن ميونخ ولعبنا مع بالزبط. مع الريال ولعبنا مع انت مش لعبت وبس كمان انت لعبت ولعبت باداء كويس ونتيجه كويسه تمام بس انا بتكلم لما تكون راح تلعب في بطوله رسميه بقى زي كاس عالم انديه وبطوله مجمعه وهتلعب كذا ماتش ان شاء الله يبقوا كذا ماتش يعني في بطوله كبيره زي دي محتاجه برضو تهيئه نفسيه يعني من واقع اللعيبه اللي عندها خبره ده حتى بيتهيألي لو بطلوا يعني الجيل الاخراني اللي شارك في بطوله كاس عالم محتاج يتواصل مع الجيل اللي رايح ده ويفهموا اجواء البطوله عامله ازاي والمطلوب منهم ايه في الفتره دي. بص اقول لحضرتك حاجه اللعيبه في النادي الاهلي مهما كانت حجم البطوله اللي هم مشاركين فيها بتبقى دايما عينك على اخر حاجه فيها مهما كانت كاس عالم انديه اي حاجه من فوق طبعا اخر حاجه طبعا توب يعني يعني هتلاقي يعني لو جيت دلوقتي عملت حوار مع اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اي حد هيقول لك ايه هتقول لك اتمنى ان شاء الله ان انا العب في النهائي اي حد هتكلمه في اللعيبه سواء صغير ما لعبش او ما راحش كاس عالم انديه او الكلام ده كله لما هتيجي تكلمه دلوقتي هيقول لك انا عايز العب في النهائي عايز احقق افضل حاجه وصل لها النادي الاهلي كنا ثالث العالم عايز العب المباراه النهائيه واخد بقى حضرتك ازاي فهتلاقي ده دايما الطموح بتاع اللعيبه اللي بتتواجد في النادي الاهلي وده بقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اعتقد انجاز طبعًا. كبير جدا طبعًا. وكافي جدا خليني اسالك كمان على صفقه الاهلي الاخيره وولتر بواليا تقييمك ليه ايه وبتشوف ايه ممكن الاضافه اللي يقدمها لفرقه النادي الاهلي بشوف ان شاء الله باذن الله ان هو مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي من اللعيبه انا متابعه كويس وهو كان في الـ في الـ في الـ في الجونه عنده سرعات كويسه بيشتغل في جوه ال 18 كويس جدا بيعرف يجيب جول ودي حاجه مش سهله في التوقيت اللي احنا فيه دوت او في العصر اللي احنا بنلعب فيه كوره دلوقتي ان انت حد في الصندوق يعرف يجيب من انصاف الفرص يقدر ان هو يهدف والكلام ده كله دي عنده هو عنده سرعات عنده قوه بدنيه ما شاء الله بتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان العامل النفسي بتاعه او التكيف مع الفرقه ان هو يعني يجي بسرعه ان هو يندمج وسط الفرقه حال الانسجام ان هو وسط الفرقه ان هو ينسجم بسرعه هيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير ان شاء الله باذن الله بشوفه ان هو مكسب كبير جدا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يكون اضافه ودعم كبير لخط هجوم النادي الاهلي المنتظرين منه كتير والحمل يمكن عليه من كل خطوط الفريق بيبقى اكبر حمل كل التوفيق لولتر بواليا وكل التوفيق ان شاء الله لنجوم النادي الاهلي في مواجهه سواني ده بكره نورتنا وشرفتنا كابتن حسين شكري واعتقد انه مهم جدا طبعا يعني ربنا يحافظ على رجالتنا مشوارهم صعب ومحتاجين كل واحد فيهم وشفنا مش بس السيزن ده مش بس ماتش وادي دجلة حتى السيزن الأخير شفنا وعانينا قد إيه بسبب الغيابات ونتمنى إن شاء الله إن ربنا يحافظ على كل ولادنا مش بس لعيبة النادي الأهلي لعيبة كل الأندية المصرية وكل المنتخبات المصرية الفترة اللي جاية فترة حرجة جدا محتاجين مجهوداتكم جدا والحقيقة يمكن تكون المسؤولية في الأول والآخر مسؤولية شخصية صحيح إنه كل الأندية وكل الهيئات وكل الجهات المعنية بتدي وبتفرض نظام معين وإجراءات وقائية واحترازية معينة لكن أنا بشوف إنه في المقام الأول والأخير دي مسؤولية شخصية عليك إنك أنت تاخد بالك من نفسك في المقام الأول والأخير وعليك إنك أنت تاخد بالك كمان من اللي حواليك الكلام ده مش بس لعيبة النادي الأهلي ولا لجهاز النادي الأهلي الكلام ده لكل بيت لكل أسرة لكل رب أسرة الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا ربنا يحفظنا ويحافظ على أهلينا وأصدقائنا وأحبابنا وخدوا بالكم انه ان شاء الله باذن الله يعني عندنا اكتر من بطوله مهمه سواء كان كاس العالم لكره اليد اللي هتستضيفه مصر ان شاء الله في يوم 13 عندنا مشوارنا في بطوله افريقيا ومشوارنا في الدوري العام ومشوارنا كمان ان شاء الله باذن الله في كاس العالم للانديه وده الاهم نفسي نروح يعني سلام نفسي نروح بسكواد كامله نفسي ما فيش لعيب يخاطر مجرد مخاطره انه تفوته فرصه كبيره زي كده اعتقد انها حلم كبير لاي لاعب يتمنى ان هو يحلم يشارك فيها.
بشكرك مرة تانية كابتن حسين، شرفتنا ونورتنا في السادسة، وبشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة. بكرة إن شاء الله يكون عرض مبهر يطمن جماهير النادي الأهلي على مشواره في البطولات اللي جاية. عندنا بطولة سوبر إفريقيا، وعندنا مشاركة كأس عام لليابان. من هنا ورايح الحساب مش بس على الثلاثة بونت، الحساب كمان على العرض. عايزين نطمن الجمهور ونقدم كرة الأهلي الممتعة اللي دايما اتعودنا عليها. نقابل مع حضراتكم قريب إن شاء الله. تحياتي لكم. مهما كان اسم الفريق، ومهما كان حجم المنافس، ومهما كان تاريخه أو رصيده من البطولات، تأكد أنه بالنسبة للنادي الأهلي مفيش ماتش سهل، وأي فريق هيواجه النادي الأهلي هيبذل أقصى ما عنده عشان يخرج بأفضل نتيجة ممكنة. على الرغم من النتيجة الإيجابية لحق النادي الأهلي في مباراة الذهاب في النيجر، تبقى مباراة العودة غدا إن شاء الله بإذن الله، واللي بعتبرها فرصة كبيرة جدا، فرصة لتحقيق أكتر من هدف، أهمهم طبعا التأهل، وتانيهم يمكن لا يقل أهمية أنك أنت تبعت رسالة أنه حامل اللقب جاهز للدفاع عن لقبه. وزي ما قلنا لحضراتكم أن كل الماتشات اللي جاية قبل بطولة كأس العالم هتبقى فرصة كويسة جدا للجهاز الفني، وفرصة كويسة جدا للاعبين أن هم يجهزوا ويحضروا للبطولة المهمة طبعا كأس العالم للأندية. نتكلم أكتر عن ماتش بكرة، ونتكلم على المرحلة الجاية بشكل عام مع ضيفنا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين طبعا، كابتن حسين شكري. مساء الخير يا كابتن حسين، واهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، وبتشرف ان انا موجود معاك، وببقى مبسوط جدا ان انا في القناه بتاعت النادي الاهلي. شرف لينا كابتن حسين، اهلا وسهلا بحضرتك. واعتقد انه على الرغم من ان احنا ما لحقناش ناخد فاصل بين الموسمين، تلاحم مواسم عنيف الحقيقه، وده بالتاكيد انت عارف بحكم انك انت كنت واحد من نجوم النادي الاهلي قد ايه ده مرهق على اللعيبه. اللعيبه استمرت في الموسم الماضي لفتره طويله جدا، ومفيش ما خدناش وقت، خلصنا الثلاثيه وخدنا البطولات الثلاثه، دخلنا في موسم جديد صعب وشاق. الاهلي عمل تدعيمات اعتقد انه لا باس بيها، وهسمع راي حضرتك فيها، اخرها طبعا وولتر بواليا. ازاي بتشوف بدايه الاهلي الموسم ده سواء في الدوري او في مشواره في افريقيا؟ هو عامة النادي الأهلي متعود على يعني على مدار السنين ومدار الفترات اللي عشناها مع النادي الأهلي، تلاحم المواسم ورا بعضها ديت موجود في النادي الأهلي، يعني مش غريب على النادي الأهلي. ومعروف كمان إن النادي الأهلي عشان دايما الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا إن هو بيشارك دايما في أكتر من بطولة، دايما كان بطولات أفريقيا على طول. أيوة. بيوصل لأدوار يعني متقدمة فيها طبعاً، للنهائيات دايما، فبتبقى عدد المباريات بتاعته بتبقى اكبر دايما. انا فاكر في سنه من السنين كان في عند الاهلي فرقتين، فرقه بتلعب في بطوله بالزبط. عربيه وفرقه بتلعب في بطوله افريقيا. البن الاثيوبي. البن الاثيوبي صح بالزبط. كده. فده مش جديد على ده، واحد من الدروس المستفاده اللي كنت بتكلم عليها طبعا. مفيش فرقه صغيره. فتلاحم المواسم دوت والكلام ده كله، الرجاله دايما بتاعه النادي الاهلي متعوده على الـ على الـ على الـ لكن القصة. انا العين على برضو اللي جاي، يعني انا مدرك تماما ان لعيبه الاهلي متعوده، واللعيبه الاهلي الناحيه البدنيه عندهم مفترض انها يعني تكون في مستوى معين، والجهاز بيشتغل على ده. لكن انت رايح كاس عالم انديه، يعني كل ماتشات اللي هتلعبها الفتره اللي جايه عين اللعيبه وعين الجهاز على كاس عالم الانديه، عايز توصل واللعيبه جاهزه وفايقه.